ساعات كده بنلاقي الفراخ بتاعتنا كشة ومش راضية تاكل، وبنبقى مش عارفين السبب. والفرشة اللي تحت الدجاج هي العامل المشترك بين جميع أنواع أمراض الدجاج، وخصوصا الأمراض التنفسية. ولكننا برضو التهوية في الليل بالذات في عز البرد، ممكن غصب عننا أثناء التهوية نكون زودنا التهوية شوية، والهواء اللي دخلها كان جامد وكتير، فحصل الكشاشان ده واتصابوا ببرد. النهاردة بقى هنقول لكم علاج الكشاشان بالأعشاب. وزي ما احنا عارفين ان الأعشاب ملهاش اي اثار جانبية، وفي نفس الوقت فعالة جدا واكتر من الدواء البيطري اللي بيكون ليه اثار جانبية على الفرخة وعلى الانسان بعد ما يتناول الفراخ دي او ياخد منها بيض. كل اللي عليك تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو عندك وعند كل حبايبك. ولو عندك اي اسئلة عن اي مشاكل بتقابلك، سواء امراض طيور او غيره، احنا موجودين وبنرد دايما على الاستفسارات في نفس الوقت ومش بنأخر. ويلا بينا على المهم. لما تخش مزرعتك كده او المكان اللي بتربي فيه البطارية او اي مكان، يعني لازم يكون عندك ملاحظة دايما على صحة الفراخ، عشان لو اي مشاكل حصلت ليهم تبقى في اولها وتحلها ويكون حلها سهل عليك ومش هيحتاج منك مجهود ولا وقت. ولو بصيت لقيت اي فرخة عندها كشاشان او اي حاجة يعني من اعراض البرد ومش بتاكل، اعرف على طول انها عندها برد. والسبب الرئيسي لده هو البرد او تيار الهواء السائع اللي ممكن يكون دخلها واصابها بالكشاشان، لانها بتحتاج دايما للدفء، خصوصا الفراخ البيضة، لان الفراخ البلدي مناعتها قوية جدا ضد كل التغيرات. ولذلك انت بعد المراقبة المستمرة بتعرف انه فرخة اتصابت وبتعزلها عن باقي الفراخ علشان العدوى لا تنتشر بين باقي الطيور. واي فرخة تعيا بمرض معدي لازم تعزلها وتحط العيانين كلهم مع بعض وتحط السلام كلهم مع بعض، وتعالج بقى الفراخ العيانة على حدة لوحدها بعيد عن الفراخ السليمة. وبرضو الخلطة اللي احنا هنقولها النهاردة مش بس علاج، لا كمان ممكن تستخدم كتحصين للفراخ السليمة اللي عندك، عشان ممكن يكون اتصابوا والاعراض لسه ما ظهرتش عليهم، وهي الخلطة دي مش هتعمل لهم اي مشكلة، لان ممكن يكون حد فيهم لسه ما ظهرتش عليه الاعراض بعد ما اتعدى، فهم ممكن ياخدوا الخلطة دي كوقاية. فلازم دايما وابدا نخلي بالنا من التهوية المظبوطة، ونقيس درجة الحرارة بتاعتهم دايما، وتكون التهوية غير مباشرة على الفراخ، يعني تكون بعيد عنهم لفوق. خلطة النهاردة اتعمل عليها ابحاث كتيرة جدا واثبتت فعاليتها على الفراخ وعلى علاج المرض ده اللي هو الكشاشان. والوصفة عبارة عن عشبين كلنا عارفينهم وموجودين في كل البيوت، وهما الكسبرة والكمون. الطريقة بقى هي اننا هنجيب 2 لتر مية ونغليهم على النار كويس، ونكون محضرين 50 جرام كمون و50 جرام كزبرة، وبنحطهم في المية المغلية وبنغليهم لمدة دقيقة وهم متغطيين تماما، وبعدين نسيبهم لما يبردوا خالص، وناخد من المية بتاعتهم 8 سنتي لكل لتر مية لمدة 3 ايام، ونقدمهم كسقوة لمدة 12 ساعة. وما ننساش الكلام اللي قلناه في الاول، وهو الاهتمام بالتهوية الغير مباشرة ونظافة الفرشة ونظافة المكان عموما. بعد ما عرفت المعلومة دي معانا، ما تنساش تشترك في قناة طيور فوق السطح وتعمل لايك على الفيديو وتاخد لك لفة في القناة، هتلاقي فيديوهات كتيرة تخصك وتخص كل مربي الطيور. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.